السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما بإذن الله. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والنهاردة أصدقائي حابب أتكلم عن تجربتي مع راوتر الهوم 4G. واجب عليا كإخواتي إن أنا أنصحكم قبل ما تشتروا راوتر الهوم 4G، وأحكي لكم كل التجربة بالتفصيل عن راوتر الهوم 4G، واللي بصراحة زعلني جدا وانا بعمل لكم الفيديو بصراحة انا مصدوم وزعلان جدا جدا، وهعرفكم السبب. لان بصراحة يعني حرام انك انت كاخ او اخت انك انت تشتري راوتر الهوم 4G من اورنج وتبدأ تشتريه بألف جنيه مثلا او 1100 جنيه، على حسب مثلا السعر اللي انت هتشتريه بيه، وللأسف بعد كده تلاقي مشكلة. اي نعم ممكن المشكلة دي ما تأثرش معاك، ولكن انا كواجب مني ان انا لازم انصحك كاخ. الموضوع كله اصدقائي مع راوتر الهوم 4G، انا طبعا زي ما قلت لكم المكان اللي انا فيه ما فيهوش خط ارضي نهائي، كل الخطوط متقطعه. فطبعا اصدقائي قبل ما اشتري اي حاجه لازم ادور على اليوتيوب او ابحث عن الحاجه اللي انا هشتريها واتاكد انها بتكون شغاله كويسه. وطبعا فروحت بحثت على اليوتيوب، لان دي اكتر حاجه بنلاقي فيها كل اللي احنا محتاجينه. اول ما بحثت على اليوتيوب لقيت ناس كتيره جدا بيتكلموا عن راوتر الهوم 4G، وبيقولوا ان هو افضل الراوتر تقدر تشتغل عليه سواء في الالعاب، في التصفح، في التحميلات، في الداونلود، في الابلود، كل حاجه شغاله تمام في الراوتر ده بالتحديد. بالاضافه كمان ان خدمه العملاء بتكون ممتازه جدا، وتقدر كمان لو عندك اي مشكله تكلم خدمه العملاء ويحلوا المشكله بتاعتك في اقل وقت ممكن. المهم طبعا اتوكلت على الله واشتريت راوتر الهوم 4G، طبعا لان المكان اللي انا فيه تغطيه الاورنج او اورنج في المكان اللي انا فيه تغطيتها كويس جدا، لانهم هم عملوا برج قريب مني، فطبعا قلت ان انا اشتري راوتر الهوم 4G من اورنج. بالاضافه كمان ان في ناس كتيره جدا من اليوتيوبريه بيتكلموا عن راوتر الهوم 4G انه كويس وخدمته كويسه جدا، فطبعا يعني مفيش حاجه تعيب ان انا اشتري الراوتر. طبعا اصدقائي انا اشتريت الراوتر بحسن نيه، اشتريت الراوتر الهوم 4G بحسن نيه، وعلى طول اشتريته وجيت شغلته عندي في البيت، وكانت الخدمه شغاله 100 100، التصفح تمام، الابلود تمام، الداونلود تمام، كل حاجة شغالة تمام التمام. حتى في الألعاب وأنا بلعب ببجي أو فري فاير كان في الوقت اللي أنا اشتريت فيه الراوتر كان كل حاجة شغالة تمام. لكن للأسف يا جماعة الموضوع للأسف ما استمرش، الموضوع ما استمرش فعلا. وزي ما شايفين يعني أنا دلوقتي فاتح لعبة ببجي، إن أنا مثلا عشان أقدر أدخل اللعبة وألعب للأسف الإنترنت عندي شغال تمام، وهوريكم دلوقتي سرعة الإنترنت. للأسف أصدقاء طبعا أنا الموضوع ده ما سكتش عليه، كلمت خدمة العملاء وقلت لهم الامر حصل عندي كالتالي: النت شغال تمام، السرعة شغالة تمام سواء داونلود او ابلود، الموقع كلها شغالة تمام، يوتيوب، فيسبوك، وكل حاجة شغالة تمام ما عدا لعبة ببجي. لو انت صديقي بتفكر انك تشتري راوتر الهوم 4G علشان مثلا تلعب، نصيحة مني ما تشتريهوش. وزي ما شايفين اهو اللعبة واقفة، لا بتسجل دخول ولا اي حاجة على الاطلاق. تغير دي ان اس برضو نفس المشكلة، تغير اي بي هات برضو نفس المشكلة، تشغل في بي ان ماشي الفي بي ان هيدخلك واللعبة هتدخل، ولكن بعد ما توقف الفي بي ان ولا كأنك عملت اي حاجة، اللعبة بتقع. الموضوع يا جماعة بصراحة صدمني، الخدمة بتاعت اورنج صدمتني. انصحك انك تشتغل على اي شركة تانية ما عدا اورنج، خصوصا باللي بيحصل فيه، خصوصا الخدمة اللي بتقدمها. الخدمة بتقدمها في النت ماشي انا عندي نت، هندخل على موقع سبيد تيست اوريك انا التغطية اللي عندي تمام. فانا بوريكم الابلود والداونلود، الراوتر صدمني. انا اتكلمت على الراوتر ده في فيديو واتنين، كانت الخدمة تمام، ما كانش فيه اي مشكلة على الاطلاق. بعد كده بقالي شهرين اهو، بقالي شهرين نفس المشكلة، نفس المشكلة في بعض. زي ما شايفين اصدقائي البنج، الداونلود، الابلود، ولكن برضو زي ما شايفين الخدمة صدمتني هنا. فجماعة الموضوع ده حصل معايا من شهرين، الشهر الاول اللي هو الشهر اللي فات يا جماعة، اول ما حصلت المشكلة دي قلت لا ممكن تكون سبب في اللعبة، ممكن يكون اللعبة السيرفرات بتاعتها فيها مشاكل. فما تحكمش على الراوتر من خلال ان مثلا حصل عندك الشهر الاولاني. الشهر الثاني اصدقائي اول ما جيت افتح برضو لقيت نفس المشكله. طب ليه الشركه نايمه على ودانها؟ يعني مش عارفه ايه اللي بيحصل مثلا في الخدمه بتاعتها او في الراوتر بتاعها، ومش هتستخدم الراوتر مثلا بتاعك في الجيمنج فيما بعد؟ طبعا اكيد هتستخدمه في الجيمنج،
ولو انت ما استخدمتوش في الجيمينج ممكن اخوك ممكن اختك. الموضوع يعني بصراحة ما فيهوش استهتار، ما تدفعش فلوسك في راوتر زي كده. الخدمة شغالة تمام بس ناقصة، يعني انت دفعت فلوس وبتدفع فلوس ومازال بتدفع فلوس، ولكن مش هتاخد الخدمة كاملة بتاعتك. انتوا شايفين انا لو جيت دلوقتي وطلعت اهو ودخلت على اللعبة تانية انها تدخل برضو نفس المشكلة. ركزوا معايا بس وهتشوفوا ايه اللي بيحصل. سوفت وير جديد للراوتر، رستارته كذا مره، كتبت ايبيهات، كتبت دي ان اس، غيرت الاي بي بتاع الجهاز، غيرت الماك، عملت كل اللي ممكن تتوقعه علشان احل المشكله دي، وفي الاخر المشكله زي ما هي. ما انصحكش نهائي انك انت تستخدم راوتر الهوم 4G. زي ما شايفين اللعبه بتقف على كده، لا بتدخل ولا بتعمل اي حاجه خالص، وده راوتر الهوم 4G يا اصدقاء. انا على العموم بلغت رسالتي ليه. زي ما شايفين اصدقائي بيقول لك الخادم لا يستجيب، يرجى الرجوع الى صفحه التسجيل الدخول مره اخرى، محاوله مره اخرى. اللعبه واقفه على كده وشكرا على كده، ومش هتفتح ولا هيحصل فيها اي حاجه خالص. اتمنى يا اصدقائي ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقائي ما تبخلوش تعملوا لنا لايك للفيديو، اشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، واي استفسار اصدقائي اكتبوه اسفل الفيديو في كومنت، وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم. وانتظرونا في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.